يلا بينا نشوف درس النهاردة بيتكلم عن ايه. درس النهاردة بيتكلم على برنامج معالجة الصوت. في برامج كتيرة جدا جدا يا سنة تانية انا بستخدمها في معالجة الصوت. اشهر البرامج دي المستخدمة برنامج اسمه اوداسيتي. اولا انا عشان اجي اعمل البرنامج ده عندي اول حاجة عندي مرحلة الاعداد والتجهيز. مرحلة الاعداد والتجهيز ان انا هثبت البرنامج معالجة الصوت ايا كان نوع، بس انا هستخدم الاوداسيتي. بعد كده هوصل المكون المادي اللي هو الميكروفون لإدخال البيانات الصوتية. طب والسبيكرز اللي هي السماعات لإخراج المقاطع الصوتية. طب تاني مرحلة اللي هي مرحلة التنفيذ، اللي أنا هعمل ملف الصوت، هحمل البرنامج وهبدأ في التسجيل، إن أنا هعمل ريكورد بوتون. يبقى أنا عشان أسجل هدوس على ريكورد بوتون. عندي كام مرحلة؟ أول مرحلة الإعداد والتجهيز، وتاني مرحلة مرحلة التنفيذ، هبتدي اسجل الصوت وادوس على ريكورد بوتون. ده شكل الزر ايه؟ ريكورد بوتون او زر طيب بعد كده هستخدم الميكروفون لادخال الايه؟ الصوت. طب انا عايزه اوقف الصوت اللي انا سجلته، هدوس على ستوب. طب هشغل الصوت، هدوس على بلاي. يبقى هشغل ان انا هدوس ميكروفون لادخال الصوت، بلاي وستوب، بستوب وبعد كده بلاي، انا هنا هشغل المقطع الصوتي. طب تالت مرحلة الاعداد والتجهيز، او تاني غلط لو قلت الاعداد والتجهيز، لا تاني مرحلة اللي هي الاعداد والتجهيز. تالت مرحلة مرحلة التعديل في المقطع الصوتي. هعمل ايه؟ انت عايز تعمل ايه على المقطع الصوتي؟ هضيف تأثيرات، هعمل كات وكوبي، ان انا هنسخ المقطع الصوتي، هعمله ديليت المقطع كله او جزء منه. طب انا عندي امرين، عندي الامر ريبيت. ريبيت ان انا هكرر المقطع الصوتي. عشان اكرر المقطع الصوتي هختار التأثير ريبيت. بعد كده ادوس على بلاي، هحدد المقطع اللي انا عايز اضيف عليه التأثير، في الاول او في الاخر او في النص ايا كان المكان، وادوس على ريبيت وادوس على بلاي. لما ادوس على بلاي هشوف التأثير لتشغيل الصوت المضاف اللي انا ضفت عليه التأثير. يبقى لإضافة التأثير اللي هو ريبيت على المقطع الصوتي. خلاص يا شباب، يبقى ريبيت للتكرار. طب انا عندي التأثير التاني اللي اسمه ريفايس، دوت للمقطع الصوتي. هعمل ايه؟ هعكس المقطع الصوتي البداية مع النهاية. برضو هدوس على بلاي، هحدد المقطع الصوتي، التأثير من قائمة افكت، يبقى اي تأثير من قائمة افكت، واختار نوع التأثير اللي هو الريفايس. طيب هدوس على بلاي، ان انا هشغل المقطع الصوتي اللي مضاف عليه الايه؟ التأثير. طب انا عايزة اعمل خطوات او حذف المقطع الصوتي. اول حاجة هعمله سيلكت، ان انا هعمله تحديد. بعد كده من قائمة ايديت واختار كات. هنا جاي ان انا هقص جزء من المقطع الصوتي ان انا مش هحذفه. خلاص، يبقى انا عشان اعمل هقص حتة من المقطع الصوتي، اول حاجة حددته وادوس على ايديت وادوس على كت، واحط عندي المؤشر على التايم لاين او الشريط الزمني، واختار قائمة ايديت واختار الامر ايه؟ بيست. خلاص يا شباب، يبقى ان انا هقص المقطع الصوتي كت وهلزقه بيست. طب انا عايز احدد المقطع الصوتي ان انا هحذف المقطع، اول حاجة احدده وادوس على ديلي. طب عايزة اصدره ان انا هخليه كأنه مقطع صوتي، اول حاجة من قائمة فايل واختار اكسبورت ايديو، يبقى لتصدير المقطع الصوتي اكسبورت ايديو، وحدد امتداد الصوت المناسب، ودايما هحفظ الملف باسم برو 1 لاختصار لكلمة بروجكت 1. طب انا عندي ملفين للصوت، عندي ويف وام بي 3. الويف يتميز بالصوت بالجودة والنقاء، مساحته التخزينية كبيرة، وده ملائم للنشر. عكس الام بي 3 اقل جودة، مساحته التخزينية صغيرة وغير ملائم للنشر. والسلام عليكم وبركاته.